حلقة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الجولة الجديدة في كواليس دراما رمضان. طابت أوقاتكم مشاهدي العربية أينما كنتم، وهذه جولة جديدة على المسلسلات الرمضانية، وهذه هي العناوين. أنور، أنا صراحة يا خطب أختك لطيف، والحريم ترى قاعدهم. شر النفوس يعكس النظرة الاجتماعية للملتزم دينيا، ويظهر التعقيدات النفسية ضمن العائلة. لا، في أخطاء نحن يعني صناع العمل نعرف شو هي الأخطاء تبع المسلسل. سلمان حداد يقر بوقوع أخطاء في مسلسل القعقاع، ويعتبر أن العمل الديني تقييد للفنان خوفا من السقوط في المحظور. واليوم عشان ما تاخذت وتجيبت لطنون، سلمى خطبتني من أبوي. تشارك في 5 مسلسلات رمضانية أبرزها أبواب الغيم. الممثلة السورية سلافة معمار ضيفة دراما رمضان. وليقطع بها قبلة. أكيد أنت تغش مرام، أنا مو مال زواج. الاستفتاء مستمر، والجمهور يدفع حياة الفهد إلى المزاحمة مع عقيد حارة الضبع معتز. إذن أهلا بكم من جديد مشاهدينا. دراما رمضان طبعا هذا اليوم يتناول العديد من المسلسلات بالتحليل، وأيضا لنتحدث عن تفاصيل هذه الأعمال. خلينا نبدأ بمسلسل شر النفوس. جميل، خلينا نعرف المشاهدين بداية على محاور هذا المسلسل. طبعا يمكن قد نكون تأخرنا قليلا عن عرض لهذا المسلسل، إنما يعني كيفية المتابعة وعدد المشاهدين لهذا المسلسل كمان دفعنا لأنه يكون ضمن المسلسلات التي نتحدث عنها بشكل يومي، ما يعرضه أو ما تعرضه شاشة MBC. شر النفوس طبعا هي القصة تحكي عن عملية يعني شوي كانت السنة تعتبر من القضايا الجريئة اللي ضمن المسلسلات اللي تحدثنا عنها. يطرح موضوع الخيانة الزوجية، ويطرح موضوع عندما يكتشف الزوج بعد من خلال حادث سير أنه زوجته كانت مع شخص آخر، ويعرض لمجموعة قضايا أخرى، يعني زواج من زواج سري مثلا، يعرض كمان الشباب الجدد أو الشباب الصغار كيف تتم التعامل معهم في قضايا عديدة من هذا. وأيضا هناك دائما بعض القضايا التي يعرض لها هذا المسلسل من شخصيات كمثلا الشخص المتدين، كيف النظرة الاجتماعية لهذا الشخص. وإن كانت هي سلسلة شر النفوس دائما ما يبرز الشخصية الملتزمة دينيا بأنها هي شخصية خيرة، وكأنه الشر يكمن بالشخصيات الثانية، وهنا يقع دائما ما بنعرف قديش هذه دقة في العرض، إنما هي تحتمل الأخذ والرد. نشوف مقطع ونتابع الحديث. أبوي متزوج. أنت إيش قاعدة تقولين؟ إيه ما أبوي طلع متزوج. أنت عباشة من تقولي لي هالحكي، أنا بصدقك. إيه ما خليت كذي، لا تكلمين، لا تسألين وين يروح، ولا تسألين من وين ياي. يا يما شفيتش المرة اللي ما تسأل عن ريلها يروح يشوف لوحدة غيرها. وانت شلون عرفتي؟ رحت سألت عن الشقة، طلع ساكن فيها هو مرته. ايه بالضبط بالضبط، خلي كذي، لا تكلمين يما، خلي اهو يطقنا يصرخ علينا، وانت كله ما عندك الا ديروا بالكم على ابوكم لا تزعلونه. شفتي النتيجة يما؟ شفتي؟ راح تزوج واحدة غيرك. أزيدك من الشعر بيت؟ شفت السيارة اللي كان ماخذها باسمي؟ طلعت مو حقه ولا حق رفيجه، طلعت حق ست الحسن والدلال مرته، راح يدلعها. ولا تستبعدين القروض اللي خداها علينا، هم راح صرفها علينا. جميل، شو سر اهتمام المشاهدين فيه؟ يعني في عنده صفحة على الفيسبوك، ناس عمالها القراء طبعا لهذه الصفحة، والمشاهدين عمالهم بتوقعوا بيحاولوا يشوف، يعني كل واحد فيهم يشوف شو راح يكون نتيجة أو نهاية الشخصية اللي بيحبها. في مجموعة يعني بالإعلام والهيئة عم بتعمل تسويق للمسلسل بشكل كبير، يعني بنشوف بمنطقة الخليج بالتحديد هناك شعبية لهذا المسلسل. عرضه واستمراره لثلاث سنوات أنه يعرض بهذه الطريقة، دائما يركز على قضايا اجتماعية بحتة، كمان في هيك تقدم جرأة إلى حد ما بطريقة الطرح. إنما اليوم شفنا مثلا المشهد اللي نهى الحلقة اليوم، هو زواج الأب من الفلبينية التي تعمل في المنزل. طبعا هون وكأنه يحمل مسؤولية إلى حد إلى الخادمة، يمكن هو يمكن هون بقى كمان هيدي بالحلقات القادمة ما بنعرف كيف رح يعالج كاتب أو مخرج المسلسل، إذا كان سيصور الخادمة هي المسؤولة عن هذا الموضوع، أم الأب الذي سائمة يمكن من زوجته أو من طريقة تعاملها أو من طريقة الشكل إذا يلعب دور.